الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الحديث على ما يتعلق بكتاب عمدة الأحكام. كتاب عمدة الأحكام مثل ما ذكرنا كتاب له منزلة عظيمة ومكانة عند أهل الحديث خاصة وأهل السنة. يتضمن مختصرا الأحاديث الفقهية، الأحكام المتعلقة بالأحكام الفقهية. وهذا المؤلف رحمة الله عليه عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، المتوفى سنة 600 للهجرة، اختار وانتقى من كتاب البخاري ومسلم ما يتعلق بالأحكام الفقهية مختصرا، لم يتوسع بهذا. هذا بشكل مختصر فيما يتعلق بهذا الكتاب. وقبل الكلام على كتاب عمدة الأحكام، لابد من أن نتكلم عن منهجية التعلم والتفقه في الأحكام الشرعية. هذه المنهجية ترسم لك الخريطة لسائر ما يتعلق بطلب العلم في المستقبل. فهذه قصة قديمة بدأت أيام الخلاف بين أهل الحديث أهل السنة وأهل الرأي، وانشقت هذه الطريقان إلى مدرستين. مدرسة أهل الحديث تتمثل بطلب الفقه من القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والرحلة في طلب الحديث. أما مدرسة أهل الرأي فاقتصروا على ما عندهم من الحديث وتوسعوا في مسألة القياس. ماذا حصل لأهل الرأي؟ أهل الرأي كانت بضاعتهم في الحديث ضعيفة جدا، ولم يرحلوا في طلب الحديث. كانت ما جاءتهم من الأحاديث عن طريق الكوفيين من الصحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود، أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، حتى أخذ عن هذا علقمة والأسود النخعي وإبراهيم إلى أن وصل إلى إمام مدرسة أهل الرأي أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه. فنشأت من ذلك بعد ذلك مدرسة أهل الرأي، اقتصروا على الحديث وتوسعوا بالقياس الذي هو في الحقيقة إعمال للعقل في مقابلة النص، مثل حديث لا تصروا الغنم على وزن لا تزكوا. ولا شك أن الكلام على مدرسة أهل الرأي يطول، لكن لابد من الاعتبار بأن الاتجاه إلى الأقوال والاتجاه إلى تقديم شيء، قول، مذهب، شيخ، إمام فوق هذا كله العقل على نصوص الكتاب والسنة، يحدث خللا في المنهج، خللا في الاعتقاد، خللا في تعلم الأحكام الشرعية التي نحن بصدد الكلام عليها. ولذلك أدى منهج أهل الرأي إلى الانحراف في باب الاعتقاد، فكانوا مرجئة، كانوا في باب الأسماء والصفات ما تريدية، كانوا في باب ما يتعلق بالخروج خوارج بعضهم إلى آخره. هذه المدرسة لابد من دراستها، معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الانحراف في الاعتقاد، مع أن بداية ماذا كانت؟ تفقه. لكن لماذا نتكلم عن منهج أهل الرأي؟ لأننا اليوم أمام تطور هذا المذهب إلى مذاهب أخرى، منها المذهبية، منها من يعتقد في نفسه أنه متبع للكتاب والسنة ومع ذلك يسلك مسلك أهل الرأي في التفقه، وهو أن تطلب العلم في بداية أطلب الحديث من متن فقهي. أحفظ المتن الفقهي، لا أحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ كما حفظ الصحابة رضي الله عنهم. وما أجمل ما قال الألباني رحمة الله عليه، قال بماذا تفقه الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا تفقهوا في القرآن وتفقهوا في الحديث. قال إذن الفقه هو فقه القرآن والحديث، ليس هو فقه فلان. فإذا تريد أن نلغي كتب الفقه ونزيلها من المكتبة الإسلامية؟ تريد حرقها؟ لا لا، ليس هذا كما نقول، وهذا سيشنع به بعض الناس، يقولون أنتم تريدون إلغاء هذا الذي سارت عليه القرون من الفقهاء والعلماء. ليس بهذا صحيح، وبهذا رموا الألباني، قالوا هذا مدرسته يريد إلغاء هذه الكتب وحرقها. ليس بصحيح. كيف والمكتبة مملوءة بكتب الفقهاء؟ لكن المقصود أن نأخذ من كلام الفقهاء، من كلام المذاهب، ما يشرح لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
ما يكون تقوية لفهم النصوص الشرعية. هذا المراد، كما قال ابن المبارك: خذ من الرأي ما يشرح لك الحديث. هذا بعض الكلام لابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح، يقول: والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها، أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب، إلى أن قال: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية. يقول رحمة الله عليه: ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاء بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، على ما عليه متأخر المتمذهبة، يذهب إلى الكتاب وإلى المتن لا ينظر في الدليل، يقول: احفظ هذا واحفظ المسائل بعدين تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين احفظ الحجة. سبحان الله، وبهذا يتدين. ثم تقول: اطلب الحجة. يقول: بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا. إلى أن نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، يقول الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.